السلام عليكم، اهلا وسهلا اصدقائنا الاعزاء ومتابعينا بكل مكان. اليوم جبنا لكم بوستيه شعر طبيعي، هذه لون بلاتيني وعندنا اللون الاسود. هذه تجي ثلاث طباقات هنا، شوفهم هذه زين، واحده اثنين ثلاثه، تجي تشكل هنا من جهه الإذان. هاي قسم الشعر تثبت، ينقسم الشعر تثبت وينزل عليها تقريبا توصل للخصر. هذه تنفتح وتشكل بالشعر. هذه سهله، شعر طبيعي طبعا، ينصبغ ينكوي، شو يسوون به يسوي. هذا قسته بالفيتا 70، والاسود هذا طوله 80، هذا يعني اطول هذا من الشعر البلاتيني. هم تجي بيها اربع كلبسات زين، هذا شعر طبيعي 100% زين. والشعر اني عن قولي اللي اشتريته من عنده يقول هذا شعر ايطالي، ما اعرف يصدق او يكذب، بس المهم هو انا فحصته شعر طبيعي. اذا موجود هاي البوستيجه لون اسود واللون البلاتيني، شعر طبيعي 100%، اللي يريد يطلبها متوفره حاليا وبكميات، اللي يريد جمله او اللي يريد مفرج. هذا طبعا غير مدير شويه اقصر، بس هذه مدير لا، هذا اللي سويناه 80. يجي هذه ثلاث كبسات وهذه أربعة لبسات. تحياتي لكم، يا أهلا وسهلا بكم. كان معكم حيدر الضرب من مكتب ميزان الذهب للمواد التجميل والعناية، برا بغداد الشرطة.